الاناتومي، قلنا ان الليفر المفروض يكون الدنسيتي بتاعته شبه السبليه، وان احنا لو عملنا سي تي ولقينا الليفر اسود من السبلين ويز كونتراست، فمعنى كده ان الليفر دوت فاتي، ولو عملنا سي تي ولقينا الليفر شرانكين كده فمعنى كده ان هو سيروتيك، ولو عملنا سي تي ولقينا الليفر مور دنس عن السبلين من غير صبغه فمعنى كده ان دوت ستورج ديزيز. دولت اشهر ثلاثه ديفيوز هيباتيك ليجنز، وبنحط عليهم الرقم 4 اللي هو ديفيوز مالجنسز، يعني ديفيوز هيباتوسيلولر، ديفيوز ميتاستاسيز، ديفيوز ليمفوما، الحاجات دي كلها ممكن تتشاف ان ذا كلينيكال براكتس. نبتدي الاول بالسيروزس، والسيروزس معناها ان في سم فايبروزس اند لوس اوف هيباتوسايتس، بيؤدي الى ريجنريشن في الهيباتوسايتس السليمه، وممكن تعمل نوديولز زي ما حضراتكم شايفين كده في البروس سبيسيمن ده. اللي بيحصل ان السيروزس يوجوالي افكتس ذا رايت لوب، في حين ان الليفت لوب غالبا ما بيكونش افكتد تو ذا سيم اكستنت، وكذلك الكوديت لوب بيكون مش افكتد، فبتكون النتيجه ان احنا عندنا شرانكن رايت لوب، وممكن الليفت لوب يبقى كبير وكذلك الكوديت لوب يبقى كبير. ثم enlargement of the portal vein و evidence of splenomegaly وبقيه الحاجات بتاعه السيروزس اللي احنا هنقولها بعد شويه. This is the appearance of the normal liver and this is the appearance of the cirrhotic liver. دي صوره منقوشه من الكتب ازاي تعرف الرايت لوب بالنسبه للكوديت. يوجوالي الرايت لوب بيكون اكبر من الكوديت النورمال ليفر، لكن في السيروتيك ليفر الرايت لوب بيصغر والكوديت بيكبر، ففي ريشيو هنا اهوت ما بين تقيس تجر ثلاث خطوط، الخط الاولاني على الميديان بوردر اوف ذا كوديت، والخط الثاني على اخر الكوديت لوب، والخط الثالث على اخر الرايت لوب. And you measure this distance and this، وتقسم دي على دي. كوديت لوب على الرايت لوب 0.6 او اكتر، يبقى معنى كده ان ده هو سيروتيك، ان الكوديت كبر. بورتال فين دايمتر اكتر من 1.3 بيعتبروا ان this is dilated portal vein and one of the supportive signs of cirrhosis. Whenever you see cirrhotic liver لابد من عمايل ترايفيزيك ستادي علشان to exclude the possibility of hepatocellular carcinoma. مش كل السيروتيك ليفرز بيكون فيهم، بس في ناس كتيره بنعمل لهم سي تي بيكون عندهم سيروزس عنيف جدا بس ما عندهمش فوكاليك. Then you see this the cirrhotic liver in the pre-contrast and this is post-contrast and you cannot see any focal lesion. ولا تستطيع الجزم بعدم وجود focal lesion الا لو كان في arterial phase. And this is cirrhotic liver, the pre-contrast and this is arterial phase and you don't see lesions and this is the portal phase and you see homogeneous enhancement of the liver parenchyma, splenomegaly and the dilated portal systemic collaterals. المشكلة العويصة في السيروتيك ليفر موضوع regeneration modules. ايه هي regeneration module الاول؟ هي عبارة عن hepatocytes كبرت في الحجم to compensate the loss of function بتاع السيروتيك cells. يبقى الريجنريشن نوديولز مش المفروض تكون موجوده الا في سيروتيك ليفر، بديهي صح ولا ايه؟ ولو انت حقنت صبغه فالريجنريشن نوديولز دي عباره عن نورمال ليفر تيشو، مش هتاخد صبغه في الارتيريا ولا في البورتال ولا في الدلي. لكن لو عملت لها هيباتوسايت سبيسيفيك كونتراست هتاخد صبغه، لان هي مصنوعه او معموله من ايه؟ من هيباتوسايتس. اذا السيروتيك نوديولز هتبان في السي تي من غير صبغه مبيضيه شويه صغيرين. ده بالمناسبه الليفر الطبيعي، وده الليفر اللي فيه الكور الصغيره ديت اللي هي السيروتيك نوديولز. لما تحقن صبغه مش هتبان،
علشان الليفر هي انهانس في البورتال فيز وهم كمان فمش هيبان. هايبو انتنس اون ذا تي 2 اند تي 2 ستار ايمجز لو كانت فيها هيموسيدرين. لو كان فيها هيموسيدرين بس مش كل النوديولز ار سيدراتيك، في بعض النوديولز فيها هيموسيدرين وبعض النوديولز لا. لو عملت هيباتوسايد سبيسيفيك انتيجي كونتراست هات انهانس. And this is an example. And you see a lesion which is black in the T2 weighted image. معنى كده ان هو containing hemosiderin. هانتفي and this is T1 and you see that the lesion is slightly hyper intense. لما تحقن صبغة ما بياخدش صبغة. This is the site of the lesion. لما تحقن صبغة عادية وانا قلت لك ان الهيباتوسايت specific contrast ينفع تعمل بيه triphasic وبعدين تستنى شوية وتعمل الايه الهيباتوبيلياري فيز. And this is the appearance of cirrhotic liver. This is T1 and this is T2. If you look carefully هتلاقي كور 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 throughout the liver. ولكن هذه الكور ليست بلاك ما فيهاش هيموسيدرين. ولو حقنت صبغة هتلاقي الانهانسمنت ما بين النوديولز اللي هي بعض من الفيسلز والكلام ده كله اللي هو يشبه المنظر اللي انتوا شايفينه. افرض ان الريجنريشن نوديولز كونتين هيموسيدرين. الهيموسيدرين از دنس فهيبان ابيض في السي تي وهيبان ابيض شويه في الام ار تي 1 وهيبان اسود في الام ار تي 2 and this is cirrhotic liver وعنده اسايتس وعنده سبلينوميجالي وعنده كور 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 كتيره صغيره لونها مسود شويه. لو استخدمت دوت اللي هو هيباتوسايت سبيسيفيك كونتراست then you got enhancement of the cirrhotic nodules. الحاجه الثانيه اللي في السيروتيك ليفر اللي هي البورتال هايبرتنشن اتكلمنا عليه كويس في السبلين وقلنا ان لما بيحصل سيروزس بينكريز البريشر في البورتال فين وده بيبقى ريفلكتد على السبلينك وبعدين يؤدي الى اوبننج اوف ذا بورتو فينوس كولاترالز اللي هم بريدومينانتلي موجودين حوالين السبلين وموجودين عند اللور اند اوف ذا اسوفجس وموجودين حوالين الامبلايكس لكن دولت اللي احنا بنشوفهم فريكوينت. وانك انت ممكن تستخدم السي تي بورتوغرافي بانك انت تشوف البورتال فين وتشوف الدايمتر بتاعه وتشوف اذا كان في اوسوجيال فيريسز ولا لا. And this is splenomegaly and this is the liver cirrhosis. السي تي دوت موري لك سيفير اوسوجيال فيريسز حوالين الحته اللي المفروض فيها الاوسوفيجس مالتيبل اكستريملي دايليتد collateral venous channels representing oesophageal varices secondary to liver cirrhosis. بعض الحاجات التانية اللي انت بتلاقيها مرصوصة في التقارير يروح قايل لك ايه cirrhotic liver showing lobulated مش عارف ايه outline with hypertrophy of the left and caudate lobe and small size of the right lobe with widening of the fissure and مش عارف thickening of the gallbladder wall veiling cholecystic edema. هي اسطمبة اللي فيها الكلام اللي انا قلته دوت من ضمنها widening of the fissure. فين الفيشر؟ هو فيشر واحد بس اللي هو مين؟ الفيشر بتاع الليجمنتم تينس. وبعدين جول بلادر اند سمول باول وول ثيكنينج عشان البورتال هايبرتنشن. وبعدين ساينز اوف بورتال هايبرتنشن اللي هو بقى دايليتد بورتو سيستميك كولاترز. خلصنا من السيروزس واحنا استفدنا قوي قوي في موضوع الهيباتوسيلولار كارسينوما وانطبق سيراتيك ليفر. نيجي للفاتي ليفر. الفاتي ليفر ليه اسباب كتيره جدا من اشهرها الناس المدمنين الخمور والعياذ بالله والناس التخان والناس الدايابيتكس والناس اللي بتاخد كيموثيرابي. معظم الناس اللي بتاخد كيموثيرابي بيكون الليفر عندهم فاتي. المفروض ان الليفر شبه السبلين. في فرق حوالي 8 اونس فيد يونت ما بين الليفر والسبلين لكن ما بنعرفش نشوفها بالعين المجرده. لما الليفر يسود عن السبلين يبقى الليفر فاتي. الفاتي ليفر في منه ثلاث انواع ديفيوز فوكال فاتي انفلتريشن فوكال فاتي سفير.
And this is an example of focal fatty infiltration. ازاي عرفت ان دوت focal fatty infiltration ما هوش focal lesion؟ بالعلامة الأكيدة جدا جدا الفيسلز ماشيين جوه الليجن undisturbed، يعني مفيش ليجن أصلا، وإن دوت ليفر which is fatty. ودي the most pathognomonic sign اللي بتقول لك إن ده fatty focal fatty infiltration وليس focal hepatic lesion. لما بتبص على السي تي وتلاقي الفيسلز ماشيه جوه ليجنز undisturbed بتعرف ان these are focal fatty infiltration. وهنا برضو نفس الحكايه، الليفر ده اسود قوي and this is fatty، والحته ديت fatty والحته اللي باقيه مش fatty، يبقى في هنا heterogeneous fatty infiltration، حتت فيها infiltration وحتت فيها سبيرين. المنظر دوت ساعات يتلخبط في المنظر ده اللي هو اسمه بيري بورتال فايبروزس، وده احد الساينز بتاعت السيروز، انك انت تلاقي كل بورتال فين حواليه خطين سود representing the fibrous tissue around the portal venous radical and this is completely different من ده، ان دوت عندك باتشز وليس خطين. وفي نفس الوقت This is different برضو من البيلياري راديكلز، لأن البيلياري راديكلز ما عندهاش خط أبيض في النص representing the portal venous radical، صح ولا إيه؟ And this is fatty sparing، الليفر كله مسود and this area in the left lobe ما فيهاش اسودات. And you see هنا هوت this area لما حقنت صبغة الليفر كله خد صبغة لكن الحتة ديت واخدة صبغة كويس. And the pathognomonic sign of fatty infiltration or fatty sparing انك تلاقي vessels ماشيين inside this area undisturbed. ايام زمان كانوا بيحسبوا الفات بالجرام، هيقول لك الليفر اصلا اكتر من السبلين بـ8، فتقيس الدنسيتي بتاعت السبلين فلنفرض طلعت 50، يبقى المفروض الليفر لو كان نورمال يبقى كام؟ 58. تقيس الليفر يطلع مثلا 40، يبقى فقد كام هاوس فيلد يونت؟ 18. في 1.6 جرام فات لكل هاوس فيلد يونت يطلع الفات ديبوزيشن في الليفر. مالناش دعوه. سيبك انت من القضيه. And this is fatty والكوديت مش fatty والحته دهيت برضه ما هياش ايه؟ ما هياش fatty. تيجي لتالت واحد اللي هو ايرن اوفرلود او هيمو سيدروزس وهيمو كروماتوز. في السي تي بيبقى الليفر از مور دنس ذان ذا سبلين بروفايدد انك انت مش حانت صبغه، لو حانت صبغه السبلين هينهانس والليفر هينهانس مش هتعرف الفرق. لكن اذا التبس عليك الامر وكان السبلين كمان فيه هيمو كروماتوزس زي ما شفنا في السيكل سيل انيميا يبقى تعمل ام ار اي. إذا الليفر بس لوحده هيبان أسود قوي، إذا الليفر والسبلين هيبانوا سود and you compare the signal by the signal of the muscles اللي هي ما بيجيش فيها الهيموسيدرين. And this is a case of sickle cell anemia أو paroxysmal nocturnal hemoglobinuria and you see black appearance of the liver compared to the muscles, black appearance of the spleen compared to the muscle. denoting the presence of hemosiderin deposition. لو انت عملت T1 وT2 المفروض ان الهيموسيدرين يكون اسود في T1 واسود في T2. لو عملت out of phase بتلاقيه ابيض شويه. بتلاقي الهيموسيدرين ابيض شويه لان السواده دهيت بتاعت هيموسيدرين مش بتاعت فات. الفات في الام ار اي في T2 بيكون ببيض شويه صغير. طيب ديفيوز نيوبليزيا اللي هما هيباتوسيلر كارسينوما والميتاستاسيز والليمفوم، ده ليفر سيروتيك وسبلينوميجالي والليفر مرشق فوكال ليجنز زي ما انت شايف كده في كل حته بما فيها الكوديت لوب بما فيها كل الاسكان بارتس اوف ذا ليفر اند ذيس از ذا ديفيوز تايب. واحنا قلنا فيه ثلاثه تايبس اللي هو الفوكال
المالتي فوكال والديفيوز. And this is diffuse hepatocellular carcinoma, multiple focal lesions in the cirrhotic liver with huge splenomegaly and portal hypertension. الميتاستاسيس زي ما شفنا قبل كده ودلوقتي, this is hypervascular metastasis and you see numerous lesions infiltrating the liver. والهايبرفاسكولار بيبان كويس في الارتيريال فيز وبعدين يبتدي يفضي في البورتال فيز على عكس الايه الهايبوفاسكولار ميتاستاسيس. And this patient عنده lung cancer وعنده 20,000 focal lesion in the liver. And this is the arterial phase, portal phase, delayed phase. And you see the metastasis there, hypo or hypovascular? Hypovascular, عشان ما بتاخدش سوا in the arterial phase. And this patient عنده pancreatic non-functioning islet cell tumor. اللي هو الجماعة بتوع الانسيدينوما وكده. And you got multiple hepatic metastasis involving تقريبا the whole parenchyma of the liver. Diffuse lymphoma زي الديفيوز لينفوما بتاعت السبلين, مش الليفر كبير وخلاص, لا الليفر كبير وفي فوكال ليجنز كتير جدا زي الميتاستاسيس. يعني سي فوكال ليجنز, يعني سي انذر كيس باي الترا ساوند 20,000 فوكال ليجن اند ذا انفولفمنت اوف ذا سبلين, هو اللي بيقول لك ان ذيس ار ديفيوز لينفوما. ليه دوت بريك داون, خليك كويس يعني ما تسيبش كل الرورو رورو وتنشن على راس الدبوس ده. طيب ماشي, اخر حاجه لما يكون الليفر فيه فساتيك فساتيك فساتيك, ايه الديفرنشال دياجنوزس؟ السيست والابسس والميتاستاسيس. في جميع الاحيان ما بتواجهش مشكلة إلا لو كان العيان عنده برايمري مليجنس وعنده فسافيس فسافيس وأنت مش عارف دولت بقى سيمبل سيست ولا أبسيسيت ولا ميتاستاتيك ديبوزيتس. طيب العيان ده عنده فوكال ليجنز هنا وعنده فوكال ليجنز هنا, فاكر أنت إيه التشخيص؟ ليمفوما. وإيه تاني؟ سبوت ديسبلين اللي هو إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ابسيسيز فانجس, وإيه كمان؟ متاستاسيس, وإيه كمان؟ لينفوما قلناها, وإيه كمان؟ ساركويد. فاكر الساركويد؟ فاكر الساركويد. المهم طيب تعمل الترا ساوند, ادي ليجنز اهيت كده, عملت الترا ساوند طلع ولا واحد منهم عنده اكوستيك انهانسمنت, يبقوا ما هماش سيستيك, صح كده؟ طيب ادي اول خطوه, تعمل ام ار اي تراي فيزيك ستار في التي 2 هتلاقي فوكال ليجن, في الارتيريال فيز هتلاقي مارجنال انهانسمنت وحاجات مش انهانسنج, حاجات قصدي هوموجينسلي انهانسنج. وانا قلت لك لو عيان عنده برايمري مالجنسي وعنده فوكال ليجنز مارجنال انهانسنج في الليفر ما تشخصش خرابيك, تشخص ميتاستاسيس. تعمل ديفيوجن, الديفيوجن هيساعدك في تفرقه السوليد من السيستيك, بس لو كانت الميتاستاسيس سيستيك بيفقد القيمه بتاعته, لان هنا الليفر دوت فيه ماس وفيه سيست, لما كبرت البيه الماس فضلت بيضة والسيست اختفى, لما رحت في الاي دي سي الماس اسودت والسيست ابيض. يعني معنى كده ان السيست فيه فري ديفيوجن والماس دهيت فيها ريستريكتد ديفيوجن, لكن ينفع يكون دوت سيستك ميتاستاز, صح؟ هتعمل بالظبط زي السيمبل سيست. امال ايه اللي هيساعدك في التفرقه؟ ترجع للتراي فيز. معظم السيستيك ميتاستاسيس عندها مارجنال انهانسمنت, معظم السيستيك ميتاستاسيس عندها مارجنال انهانسمنت, لكن السيست مش بينهانس. المريض ده عنده رينال سيل كارسينوما وعمل نفريكتوم وجي يعمل فولو اب بعد النفريكتوم وطلع عنده فسافيس كده جوه الليبر,
وانا اللي بكتب التقرير كان شخصيه مهمه، وهم طالبين مني I have to decide إذا كانوا دول simple cysts ولا metastasis. من حسن حظي إن المريض كان عنده أفلام قديمة من 6 شهور وكان فيها نفس الليجنز من غير ما تتغير، يبقى إيه التشخيص؟ metastasis ولا simple cysts؟ simple cysts إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.